الحوار اللي دار بينكم وبين الممثلين ديال الوزاره؟ بالنسبه للحوار، اولا بغي ناكد على انه مشينا في مقترح الحوار الذي اقترحته الوزاره، لاننا اليوم كلجنه وطنيه وكمرصبين وكمتضررين تنقلبوا على حل، ما تنقلبوش على تازيم الازمه، ما تنقلبوا نزيدوا على دوله. وبالتالي المقترح ديالنا في الحوار، مع انه كنا تنتظروا ان الوزاره يكون عندها واحد التصور ويكون عندها مقترحات ديال حلول، هادشي ما لقيناش. ولكن حنا المقترح ولا المطلب الوحيد اللي خرجنا على قبل نهار الاول هو الغاء الامتحان، وهو نفس المطلب الذي وضعناه اليوم على طاوله النقاش وعلى طاوله الحوار مع الممثلين ديال وزاره العدل، على اساس انه سيكون تداول بين يعني هياكل الوزاره في هذا المقترح، وغادي يستمر طبعا الحوار في هذا الصدد باش نقدروا نوصلوا لواحد الحل موضوعي ومنطقي الذي يخدم مصلحه الجميع. مساله مهمه نبغي ناكد عليها هو اننا في اللجنه الوطنيه لضحايا امتحان المحاماه مستمرين، ولا نعتبر هذا الحوار يعني غايه، هذا الحوار هو وسيله باش نحلوا واحد الازمه. حنا مستمرين عبر خطوات النضاليه التي سنعلن عليها في القريب من الاجل، وفي في خطوه الحوار طبعا. ونبغي ناكد على انه المطالب ديالنا ولا المكتسبات اللي ممكن تكون عبر الحوار لا يمكن ان تكون مطالبا او لا مكتسبات انتهازيه غتستافد منها واحد الصنف معين، بل هاد المطالب اللي رفعناها واللي غادي نرفعوها واللي غادي ندافعوا عليها امام وزاره العدل غادي تكون مطالب التي تخدم جميع المتضررين وجميع المرسبين. هادشي اللي نبغي نطمئن الناس المتتبعين للملف والقضيه، انه حنا نهار خدنا على العاتق ديالنا اننا نناضلوا ونترافعوا على هذا الملف، راه ما كناش اولا كان عندنا من الجديه ما يكفي وابنا عن ذلك، وثانيا لنا من المصداقيه ما يكفي وابنا عن ذلك، وسنبين عن ذلك والتاريخ بيننا. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لكم بعد الماتش شنو رايك؟ انا ما عرفتش صراحه شنو المعايير اللي تيحكموا بها هاد الناس اللي تيروجوا هاد النوع من المغالطات. واش حنا اليوم دخلنا من الشارع؟ لا، الحد اللي فات كانت عندنا وقفه. واش حنا اليوم تخبينا على وسائل الاعلام وما علمناهمش بالمستجدات؟ لا. واش حنا اليوم طالبنا من الوزاره تعطينا الاهليه من على طبق من ذهب؟ لا، حنا مازال تنطالبوا بالغاء الامتحان. وبالتالي هذا كلام مردود عنه، وهذا اعتقد كلام الناس اللي تيروجوا ليه. الهدف ديالهم هو انهم ينسفوا هذه المعركه. تنقول لهم انكم تتوهمون واننا مستمرون الى اخر رمق. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.